السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا، ان هو بيديك كأنك انت شغال في شركة من الشركات العملاقة وبتتعامل على هذا الأساس. دي الشركات الموجودة، فده لو أي حد بيدور على خبرة ويحطك في كأنك انت فعلا شغال في الشركة ديت، ويبدأ يقيم الشغل بتاعك ويبدأ يديك نصايح، ويبدأ لو الأداء بتاعك قليل يبدأ ان هو يعدله معاك ويراقب الأداء بتاعك. شركات كتير جدا تقدر ان انت تلتحق بيها افتراضيا بنفس جو الشغل بتاعهم، وتقدر ان انت تتعامل معاهم. في ناس كتير استفادت جدا من التجربه ديت. نفسك تتعامل مع، تبقى شغال في جو شركه مثلا زي امازون او الفيسبوك او تقدر ان انت تختارها، ويبدا يطلب منك تاسكات، ويبدا ان هو يشوف التاسكات دي هل تمت بالاداء المطلوب.